واش الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله. صافا، نتمنى عليكم كل شيء بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي امين. مرحبا بكم في هذا الفلوغ جديد هذا تاع اليوم. ان شاء الله اليوم لا دات غوتور ديالي لكندا. المهم الا كنت انت ولا انت لي اول مره كتفرجوا فيا، ما تنساش دابا تهبط تخلي لي لايك قبل ما تفرج في الفيديو، وتابونا الا ما كنتيش ابوني، اضغط على الجرس باش يوصلك الجديد ان شاء الله تعالى. والناس اللي العائله ديالي اللي مولفيني في يوتيوب، انا مرحبا بكم كاملين ان شاء الله. بون، كيف عارفين انه ديك لاسمين كنت جيت المغرب سيربريز للعائله، راه خليت لكم الفلوغ ديالها، راه نخلي لكم في الديسكريبشن تحت اللي بغيتو تفرجوا فيه حتى هو. واليوم عندي لاطا دغوتو، ما حسيتش كاع باش كيفاش داز. يلا قلت بسم الله، ديك رجع السلام عليكم وعليكم السلام، باش جاي باش راجع. تنعاود نجي ان شاء الله تعالى في لافا مارس ولا في الديبي دافغيل ان شاء الله تعالى، دي سانغريس معكم هنا في المغرب. اون باسون، حد جبتني في المغرب. شكرا للناس اللي اتصلوا بيا، اللي صيفطوا لي ميساجات في انستغرام، اللي هو هذا الانستغرام ديالي. بزاف الميساجات، خليت لكم النمره ديالي، قلت لكم في انستغرام مرحبا نتلاقى مع الناس، تلاقيت مع ناس. لي زابيل كيعيطوا لي الناس، والله الا شكرا لكم كاملين الاخوان، صافا في بليزير والحمد لله. حسيت انه كوميم عندي واحد واحد بتيت فامي اللي زوينه الحمد لله هنا في المغرب، الناس نقيين. شكرا لكم بزاف والله، صافا في تخوب بليزير انكم تهضروا معايا وتكستيوني ولي زابيل ديالكم. شكرا لكم كاملين، واللي ما شفتهمش يسمحوا لي، باسكو ميم ما فامي والله ما شفت شي واحد. حد شفت اختي فاس كيف شفتوني في الناس اللي متابعين في انستغرام شافوا لي ستوري، صافي شفت مالين الدار هنايا شويه كذا، مي هنا في كازا هما حدايا شفت حتى واحد. ما عنديش الوقت، شهر ثلاثه ان شاء الله راه هو جاي ونتلاقى ونديروا شي جليسه وناكلوا فيها الرفيسه كيف كنقول ديما. شكرا لكم كامل الاخوان. المهم ان شاء الله انا دابا عندي لادا دغوتو في كندا، غادي تبعوا معايا المراحل، غنحاول نشرح لكم كل شيء كيفاش غادي يدوز المسائل، كيف نقول لكم من طقطق حتى السلام عليكم. خليكم معنا ما تشوفين، نشوفوا هاد المراحل كاملين ان شاء الله تعالى، ونشرح لكم شنو اللي كاين ويدير الله خير ان شاء الله تعالى. نقول لكم شنو غيطلبوا لكم في المطار، لي كيسيون اللي غيسولوا ملي غتوصل، كيفاش غدوز من الديوان، نشرح لكم ان شاء الله كل شيء كل شيء. غير تفرجت على الاخر وما كيقول لك ما راح تندم. يلا خليكم معايا ما تشوفين الاخوان. انتوما كيف شو الاخوان؟ الوداع ماشي سهل، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله. شهرين شهرين كتبان ديك شهرين قريبه غادي تجي ان شاء الله. والدين طليت عليهم باش جاي باش داير سيمانه، راه ما كافيه في والو، راه ما عطله ما والو، ولكن هاني درت لهم السيربريز. دفعت قبيله الباكاج، دابا انا دفعت الباكاج وخرجت عندهم للزنقه، فهمت؟ دفعت الباكاج كل شيء، دابا انا غادي باش كاكارتي خرجت عندهم للزنقه. كل شيء علاش كاكارتي؟ يا سلام، خرجت جاني جا معايا المغرب عرفتي، كان تبارك الله. اودي الله يسمح لنا من الوالدين. المهم انا غنقول لكم لي زيتاب ان شاء الله كاملين، شنو هما شنو طلبوا مني وكل شيء. بون، هنا بعدا كيطلبوا منك تيست بي سي ار ضروري، كيطلبوا منك الورقه ديال المغادره التراب الوطني. انا ما طلبوهاش مني حيت انا ريزيدون، ولكن واحد غادي ماشي ريزيدون بزمنه ياخذ ديك الورقه بزمنه، زعما خاص تكون عنده ديك الورقه ياخذها من العماله اللي هو فيها. انا حيت ريزيدون ما طلبوهاش مني بيان سور. صافي الباسبور، قلت لكم التيست، الوريقات، المسائل اللي كيكونوا عندك نورمال. صافي دابا غندوز في الديوانه ونقول لكم الدعوه كيفاش غدوز ان شاء الله تعالى، ونتذكروا عاوتاني ملي نطلع في الطياره ولا ملي نهبط نشرح لكم كل شيء ان شاء الله تعالى. We'll be right back.
احنا الخوت كندور. واو واو هو السي الحاج زريده. السلام عليكم، تحيه خاصه صحاب كرواسا. ياك السي الحاج زريده الشيء اللي كاين. وعلى قبله قال هبطوا نخلطوا في المغرب سيمانه ونرجعوا في دات وحده. انا على قبل درت لي دات على من على قبله ضربنا 3 شهور فاش في الزيور. الله يسر الله يسر الله ينزلنا في الطياره في الطواله. مشينا عالجنا الدراري وخارجين دابا دوزنا 13 يوم. ما شتا امتى تعاود تهضر؟ قريب مو منا ان شاء الله فما ماكسي لعيب شي بحال هكا. وحنا غاديين عندنا الا ان ان اونباركي ولا ياب ما بقى لنا والو بقى شحال شي صافا الساعه. المهم الدري صاحبي هنايا كاين السوار تهلاو فينا بعدا عطانا البنان انا البويت وكذا تهلاو فينا الناس هادو زين كنهضر معاهم. كاين في الطياره 218 لواحد 218 بيرسون اللي كاين دابا امر الطياره اللور الناس كلشي هنايا ما يدير اللي فيها خير ان شاء الله. كنضرب لي في البرقه والحلوه هانتوما حلويات كلشي موجود كلشي ديالنا الخوت. مرحبا احنا الخوت احنا يلا وصلنا الحمد لله يلا نزلنا من الطياره. دابا نشرح لكم ان شاء الله المراحل كامله ملي غنوصلوا كلشي غنشرح لكم ايطاب بار ايطاب شنو كاين ان شاء الله تعالى. المهم اول ما كتخرجوا شنو كتلقاو؟ لقاو لاريفي تروز. نشرح لكم كلشي غنوريكم فهمتي صوت وصوره شتو واحد ما يتلف ان شاء الله. الله المهم الاخوان انتما اي فوا كتوصل ها اول حاجه كديرها كدوز السيرفيس فرونطالي كامل. ها كيفاش داير عقل معايا الخوت ها كيفاش داير. دي بروميير ايتاب كدوزو منها الخوت غنوريكم شنو كديرو هنايا. هنايا الخوت خاصك تعمر واحد الفورمولير هنايا ضروري وكتصورو ضروري هنايا باش كتخرج لكم واحد الورقه ديالكم. هادي اول ايتاب الخوت كتعمر الفورمولير كذا المسائل وكتصور هنايا. المهم الاخوان هانتوما شوف انا كنحاول نفيلمي لكم لو ماكسيموم اللي قدرت عليه. ملي كدوز البوليس هنايا كيسولوك دوك الاسئله غنقولهم لكم على برا. الناس اللي ما عندهمش اللي خاصهم ياخذوا بيرمي ديتيود وكذا راه كتلقاو بيرو ديميغراسيون كتمشيو لنيشان. اللي ما عنده والو كيهبط ياخذ الباكاج ديالو راه كتلقاو لي فلاش ديال الباكاج. دونك الاخوان مره اخرى كدوزوا البوما ملي كدوزوا تمايا البوليس اللي غادي ياخذ بيرمي ديتيود يلا جاي اول مره كيمشي ياخذ المسائل ديالو. اللي ما عنده ما ياخذ ريزيدون كذا والمسائل كيهبط ياخذ الباكاج ديالو. عقلوا معايا الدراري انا كندير معاكم لو ماكسيموم بوسيبل اللي نقدر نفيلمي لكم. فماشي شي واحد مثلا يقول لك لا صعيبه كذا المسائل كلشي سهل حتى شي حاجه ما صعيبه. الواحد يركز مزيان ويتوكل على الله. بالنسبه للاسئله اللي غيسولوكم دابا نشرحهم لكم من بعد عطيونا دقيقه. صافي هانتوما الباكاج المهم الاخوان اون اتوندون لي فاليز يخرجوا راه الطياره بعدا كانت فيها 218 لواحد. في الالي كانت خاويه فاش كنت هابط للمغرب كانوا 52 واحد دابا جينا 218 لواحد. فبيان سور كو غادي يكون شويه الروطار يكونوا لي فاليز باقيين معطلين باقي شحال من حاجه. نشرح لكم شنو اللي كيسولوا شنو اللي كيقولوا سيتياسيون ديالي انا كوم ريزيدون سيتياسيون ديال واحد اخر يلاه جاي جديد ايتيديون ولا كان ايتيديون باقي غير ايتيديون مو ماشي نون ريزيدون. انا فاش وقفت قال لي باسبور بعدا عطيتو الباسبور عطيتو التيست بي سي ار ضروري يطلبوا مني شافوا لابليكاسيون اريف كام شافها شي انا شافوا لي الفوق اريف كام انني عمرتها المسائل شنو اخر طن 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 صافي شافوا لي هذوك الوراق قال لي شتيستيك ولا غيزون ديالك علاش مشيتي للمغرب. قلت له مشيت للمغرب غير بوغ 13 جوغ حيت سولني لا دوغي شحال قلت 13 جوغ شفت لا فامي صافي ودرت الدونتيست وزيد واخا ما كايناش الدونتيست انا بغيت نزيدها باش ما يركزش معايا بقى يقول لي علاش بغيتي غير لا فامي شنو كاين كذا هذا. زربت عليه ديك الدونتيست وصافي زربت عليه بها. صاحبي اللي معايا راه هو ايتيديو خدات من عنده بيرمي ديتيود بلوس هاد لي بابي اللي قلت لكم قبيله تاع الباسبور الوراق هذيك اللي كتصور ملي كتصوركم كتعمر هذيك الفورمولير وريتكم قبيله حتى هما كياخذوها وكلشي.
صافي خداو هاد المسائل هادو ما سولوش شي دي كيسيون زعما اللي هذا ما قالوش هو كاع اصلا علاش فيتي المغرب. صافي سولاتو البنت كذا 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 قالت لي الكوارانتاين عطاتنا ديك الورقه ديال لا لوا ديال 14 جور كيفاش خاصك دوزها والمسائل وهذا صافي هادشي اللي كاين دابا بوغ لو مومون. انا جو سي بيان كو باقي الديوانه في الاخر غادي نقول لكم كيفاش هي غادي تدوز ونتمنى ان شاء الله يكون خير. انا كيف قلت لكم الاخوان راه حاولت نوريكم لو ماكسيموم بوسيبل فوق دونك الواحد غير يركز ما يتخلعش ما يدهش وما يجاوبش شي جواب اللي اور اور سوجي ياك السي الحاج رضا. صافي قلتي انت سولاتك على الاوراق الباسبور كذا اش قالت لك شي حاجه شي كاسيون اللي بان لك بيزار حتى شي حاجه ما داكشي عادي والله الخوتي داكشي عادي. واحد تجد اسئله شنو منين جاي من المغرب بلا ديستيناسيون زعما حيت كيكونوا الناس بزاف اللي جاي طاني باسبور بيرميديتو صافي بيرميديتو ديال وشافت لك تيست كوفيد هذا شي انا شافتوني انا تيست كوفيد انا باقي ما كاين لا الفاليز لا والو راه كنشوف فيهم صح. هادشي اللي كاين الخوت غندوزو خوتنا في الديوانه ونعاود نقول لكم شنو كاين وتحيه خاصه صحاب كرواسا. وانتم الاخوان شتو الجو كي داير عندنا هنايا خليت 17 18 دوغري في كازا جيت لقيت هنايا ناقص 18 ناقص 19 وفي الروسونتي موان 25 26 ايتترا. صباح الخير بعدا قلت لكم سبحان الله صباح الخير بعدا الخوت سمحوا لي ما قدرتش نكمل البارح الفيديو جيت بقيت جالس مع الدراري كذا خالقينا مشى على بالي تنعست فقت يلا فقت دابا فقت خرجنا نشوفوا هاد الاجواء هادو هادي هي مونريال وهادي هي كندا. الحمد لله الديوانه دازت مزيان داز كلشي بخير وعلى خير ولله الحمد والشكر صافي يعني راكم شفتوا لي زيطاب شفتوا كلشي الواحد غير ركز على الورقات المهمه اللي قلت لكم في الفيديو وغنعاود نقولهم لكم دابا. اول حاجه الا كان شي واحد خارج مثلا من البلاد خاصو شهاده مغادره التراب الوطني كياخذها من العماله اللي هو فيها ضروري كي تيليشارجي لابليكاسيون اريف كان خاصو يدي عمر الفورمولير وكلشي لا دوري ديال الكورانتين تما حتى انا دابا عندي هنا كورانتين 14 جو خاصني نبقى نعمر كيطلبوا منك تيست بي سي ار كيشوفوه لك في المغرب وهنايا في كندا اوبليغاتوار باسبور المسائل والورق ديالك تي ايتيديون غيطلبوا منك بروف ديتود في المغرب انك باقي كتقرا هنايا وجاي ان عندك قرايه اوبليغاتوار خاصك توريها لهم في المغرب وتدخل هنا تعطيهم بيرمي ديتود ديالك عاوتاني هنايا جاي ترافايور جاي ايميغرون كثر الوراق ديالكم كيكونوا عندكم المسائل كاملين اللي ريزيدون كيف قلت لكم راه ما كيحتاجش ديك الورقه ديال مغادرات البلاد وصافي هادشي اللي كاين لي كيسيون راني شرحتهم لكم حتى هما الاخوان اون ديتاي دونك الواحد كيف قلت لكم غير يركز مزيان وما يكذبش ويجاوب فهمتي الجواب على قد السؤال شحال من واحد يقدر يسولني واحد السؤال يقول لي راه بزاف كانوا جاو حتى للمطار هنايا ورجعوهم فعلا رجعوا بزاف الناس لانهم سواء كان عندهم شي كيف كنقول حتى تخربيقه في الوراق ما هياش اولا ما عرفوش يجاوبوهم مع سيرفيس فرونتالي ما اقتنعش بالاجوبه ديالهم صافي كيدوزوهم لونكيت ما كيجاوبش مزيان كيصيفطوهم كانوا شي تخربيقات كانوا واقعين المشاكل بعدا مع الجزائريين كانوا واقعين المشاكل عندهم بزاف هنايا هما كيلقاو مساكن صعوبات مع الغوفيرنومون هنايا كاين اللي عنده مثلا سي اكيو مثلا يونيفرسيتي محولو بوغ ان دي بي وعاطيهم جوج سي اكيوات بالوراق بجوج ديال ليزادميسيون هادشي راه مخاصوش يدار هذا راه بوحدو موضوع طويل يعني كاينين اغلاط اللي كيديرهم الواحد باش كيرجعوه في الاخر البلاد وكيقول لا ما نقبلوش تدخل عندنا لكندا فالواحد يتفادى هادشي كيف قلت لكم هذا راه بوحدو خاصو فيديو خاصو موضوع طويل ما نطولش عليكم بزاف الله يسر لكم ويسهل عليكم الامور والله يوفقكم كاملين ومرحبا بكم في كندا اي واحد جاي لكندا ريكونتاكتيني عنده شي مشاكل شي حاجه فين نقدر ندخل ونعاون في شي حاجه او بليزير الله يسر الجميع ان شاء الله تعالى ما تنساوش الخوت راكم عارفين شي كومونتير زوين وشي لايك بارطاج كذا المسائل راكم عارفين داكشي كامل ونري الله فايق من الناس شي فطور جيبوا لنا شي فطور حطوا لنا في شي كومونتير شي فطور يكون زوين فطر معاكم مول فيه الفطور ديال البلاد كتفطر حدا الوالدين دابا تيني جينا انا نتفطر بالتلف اودي الله يسهل عليكم والله يسر لكم كاملين ما نطولش عليكم بزاف السلام عليكم ورحمه الله.